اليوم بكلمة وعد لشباب المنوفية أن نمثل إرادتهم وأن نبين احتياجاتهم. يرنو هذا الجيل سيادة النقيب من أبناء أرواب المحاماة إلى نقابة مهنية قوية تزأر وتسأر لنصرة أبنائها أينما حلوا وارتحلوا. يطمح هذا الجيل من أبناء المحاماة سيادة النقيب إلى استعادة الدور الوطني لنقابة المحامين في الدفاع عن المواطن قبل الوطن. يطمح هذا الجيل سيادة النقيب لإعادة وتوعية الجمعية العمومية لأهمية الدور الذي يجب أن تؤديه في دور الانعقاد العادي وغير العادي. يطمح هذا الجيل سيادة النقيب لحسن الاستفادة من أعلام المحاماة ورسالتها وشيوخها المهنيين والنقابيين البارزين وهم كسرى. يطمح هذا الجيل إلى إعادة صياغة العلاقة بين المحامي ونقابته. يطمح هذا الجيل لمزيد من دعم والرعاية الثقافية والخدمية والعلاجية في ظل هذه الوفرة في إيرادات نقابة المحامين بعدما خضنا معارك عدة كان أعظمها في نظر الشباب معركة تنقية الجداول ثم معركة منع قيد التعليم المفتوح وكثيرا من تلك المعارك التي خاضتها نقابة المحامين في العهد الجديد. يطمح هذا الجيل سيادة النقيب لميكنة كل ما يتعلق بالنقابة وإجراءات التقاضي. لسنا أقل من أي دولة عربية بل نحن مصر أساس الوطن العربي ونحن نقابة محامين مصر. بيننا القادة والزعماء، بيننا الشيوخ الأجلاء، بيننا شبابا يطمح لمستقبل وغد أفضل للوطن ثم المواطن ثم نقابة المحامين. سيادة النقيب العام، قال الشاعر مر الكلام زي الحسام يقطع مكان ما يمر، أما المديح سهل ومريح يخدع لكن بيضر. الكلمة دين من غير إيدين بس الوفا على الحر. سيد النقيب، إن أبناء المحاماة في المنوفية شبابا وشيوخا عندما دعونا للإنعقاد الأول لمؤتمر شباب المنوفية أردنا أن ننطلق لمستقبل يخطو فيه الشباب خطوات، أن نكرم أولاً ما قدموه شيوخنا من عطاء وما قدموه للمحاماة من علم وعمل. شكراً شيوخنا الأجلاء على ما قدمتموه لنا، فلن ننطلق إلا من احترامنا لما قدمتموه. كل الاحترام لشيوخنا وكل الاحترام لنقبائنا الأجلاء وكل الاحترام لرؤية شباب محامين المنوفية ورؤية شباب محامين مصر. ندعوكم سيد النقيب إلى الدعوة لعقد المؤتمر الأول لشباب محامين مصر، فهو حق علمتنا إياه إبان أن كنت نقيبا لشباب محامين مصر، ذلك المنصب الذي بدأ الأستاذ سامي عاشور فيه خطوات وتاريخ كبير قبل أن يتقلد منصب النقيب العام. سيادة النقيب، تلك أنات أبنائك تناقشنا اليوم فيها بكل صدق وإخلاص، وعاهدنا الله أن نقدم ما لدينا من رأي وفكر في حضوركم ليكون مستقبلنا نابعاً من إرادة منا وفكر منا. سيادة النقيب، تلك أناتنا ننقلها إليكم بصدق، ويعلم الله أننا قد أخلصنا النية وأخلصنا الأمانة في العرض. شكراً وشكراً لحضراتكم جميعاً. الله، الوطن، نقابة المحامين، وعاشت نقابة المحامين حرة قوية عصية أبية. وشكراً.